كنت شحال في المحمدية، في سجل المحمدية، وكتبت إسقاط الهوية، كتبت طالب ديال إسقاط الهوية، وخيت فمي ودرت إضراب على الطعام. ملي سمعوني بحال ما هكاك عيطوا لي على الوكيل، الوكيل قال لي واش قاد على هادشي؟ قلت لي انا قاد عليه. قال لي راك كتعومي في البحر ما قدكش. قلت لي انا قاد بي غيب الكشبه، ما كنهضرش حاجه، بقيت مخيطه فمي. من وراها مع 6 الصباح فيقوني، شزيت الحبس ديال فاس بركايز، تينا انا بحبس فاس. كنت فاجأت زاتني 8 شهور في ايامات الحجر الصحي، في ايامات الكونفين، زاتني 8 شهور ديال الحبس على قبل اسقاط الهويه، وما تقبلاتش ليا. ماشي غير انا بوحدي اللي كاتب اسقاط الهويه، حتى بابا كاتب اسقاط ديال الهويه. انا بابا حاليا في الحبس، خرج نهار 28 في شهر 8، رجعوه نهار 9 في شهر 9، ما داير والو، صيفطوا ليه 5. هادشي كامل حيت عنده صوابع، هادشي كامل حيت كاتب بهم شكايه، حيت مرون الدائره. ما داروش ليهم انتقال من دائره لدائره، داروا له انتقال من مدينه لمدينه. وانا مرا حره، ما غاديش نرضى بهادشي. دابا الاخت نسرين، السبب ديال هاد المعاناه كلشي في اغلبيه الشعب، من كتحملي انت المسؤوليه لهادشي اللي كيوقع في ولاد الشعب؟ نحمل المسؤوليه للمسؤولين، مسؤولين كاملين، من الطرف للطرف، من الكبير للصغير، من الكبير اخويا للصغير، حيت الكبير ما كيشوفش فينا وكياكلو فينا، كياكلونا بشويه بشويه، كنتكلو في صحتنا وفي ذاتنا وفي ديالنا بشويه بشويه. وانا هادشي راه ما بقيتش قاده عليه، حيت انا وحده من هذوك اللي حقهم مهضوم، حيت انا لا الكبار الصغار ما بيناش ليهم حتى 0.5% من الناس اللي ساكنين في هذا الدريق. انا ما بقيتش قاده، حيت خصو يدار تشاوي، حيت ما كايناش انا بوحدي. في كازا راه جيتي لكازا، مشيتي بالليل شارع محمد الخامس ولا مارشي سنترال ولا نيفادا ولا هادي، غتشوف اخويا دراري عندهم 3 سنين 4 سنين كيديروا الشيفونه، كيديروا الدوليو، كيتعداو عليهم، كيغتصبوهم، ما كيخليهم يديروا ليهم. وغتشوف وليات عيالات دايرين الشارع، شكون كانت الدنيا كون كانوا عاطينا حقوقنا العيالاش ما غاديش يديروا الشارع، ودوك الدراري الصغار اصلا ما غاديش يخرجوا وما غاديش يتشردوا، حيت حتى هما غير ضحايا ديال امهات عزيبات. انا بغيت والو من الدنيا، بغيت حقي، كنطالبش بشي حاجه صعيبه، بغيت حقي انايا، ما بغيت حتى شي حاجه، بغا حقي، حيت انا مروج فاش كنوليت كنحس براسي راجل فد البلاد لك حلو، وليش كنحس براسي راجل، دموع مابقاوش كيهبطوا، صافي ولات عندي قوه ديال 7000 راجل، وقاد نبقى نهضر شي اخر نهار في حياتي، حتى المول الامانه يدي امانت. وكنقول نعاود نقول لك ما عنديش مشكل نضرب الحبس 70000 مره ما تكون شي نتيجه، حيت هاد البلاد ما خصناش نسكتوا، راه خصنا نديروا يدينا في بعضياتنا، خصنا نديروا يدينا في بعضياتنا ونهضروا، حيت السكوت هي موت، تساوي ديال السكوت هي موت. وانا ما غاديش يقولوا لي موتي وما غاداش نموت، وخا يبقى فيا عرق ما غاداش نسكت وما غاداش نموت، ومازال ندير محاولات، ومازال نوقف قدام قصوره، ومازال نخلي ما ندير. اخرتها اخويا الا ما دارش تاويل سهله، وخا هما غيفرحوا، واخا هما غيفرحوا، انا ما نصورتش شي حاجه، المهم غادي نرجع ونفرح مع راسي ونهنا ونسخر الله، حيت انا ما بقيتش قادره نصبر. راه قلت لك اخويا من 2006 ل 2021 وانا بقى كنعاني، وما عرفتش شحال بقى غادي نعاني، حيت نعاود نقول لك كازا ما فيهاش الرجال، كون كنا شحنا بحال الريافه وكان فيهم ولو غير عق صغير من الريافه، كون ربي خير ما راضينش بهادشي، حتى واحد فيهم رضى بكلمه عاش الشعب، ما غاديش نوصلوا لهادشي. شي بنات كازا رجال، طلع البنات اللي باغا غير ما لاقينش كيفاش، وكيف ما كيقولوا خايفين، وهادي لا ما خصهمش يخاف، خص العيالة شي نوضوا يهضروا، العيالات الحرة، عشان ما كندويش على شي وحده اخرى، العيالة المرأة الحرة، المرأة الحرة اللي فيها واحد العرق مرجل
حيت كازا ما فيهاش الرجال غادا تنوض تهضر ما غاداش تسكت. انا عندي جده مريضه بالقلب عند شبعانه امراض خدام ب 200 درهم في السيمانه خدام عند قوري ب 200 درهم في السيمانه على هاد المره كون كانوا عندها الوراق وتا هي وكون كانت كون كان عندها وكون كنت انا حفيدتها عندي وخدامه وتا انا ما عندي حتى ما ودي ما نخليش باش خرج تخدم انا ب 200 درهم في السيمانه هادشي كامل باش تهز ما نخليهاش ما مش انا امراض عند المشكل ديال الفقرات وما عرف شنو ومازال بقى خدام على روباساج في الشركه ملي كنشوف ام خويا كتقطع ربي اللي عالمي كتقطع من جهته علاش حيت ما لاقياش ليهم الجهد انا ما لاقياش ليهم الجهد وكنشوف خوتي صغار غادي كيبان كيكبروا وخايفه عليهم خايفه عليهم من الدنيا خايفه عليهم من المغزى اللي هز معايا عداوه جالينا غنبقاو غادي ما عرفتش انا اش غنبقاو غادي بارك الرحمة ما عند الله رحنا كناخدوها شوية بشوية رحمنا العبد واحد شوية نشوفوا من حالنا حيت حنا راه لا إله إلا الله راه وصلات بينا العظم أنا اللي كانت عندي الجرأة الهضر راه كاين مكفس مني ما عندوش الجرأة يهضر وربي اللي عالم به لا حول ولا قوة إلا بالله البلاد بلاد امير المؤمنين بين قوسين انا نرجع واحد الحاجه باش كنعيش انا خويا كيف ما قلت لك انا راه هربانه انا راه والديا تحرمت منهم مي خوشي صغار وجدام بقيتش كنشوفو علاش حيت الصوفيه عاوشاني شي حاجه ماشي ديالي داروا لي فولاسونس وانا ما دايره والو هادشي كامل هادشي كامل علاش اخويا حيت قطعت شعري ودرت لايف وبالموس وما راضياش بهادشي اللي انا فيه وما راضياش باللي خوشي المسلمين وخواتاتي المسلمين فيه وانا كنشوف دراري صغار قدامي كيضيعوا عندي خوشي صغار وش انا خايفه عليهم ملي لحت هذاك ملي كلوح كانت عندي باج كلوح فيها هذاك الشيء داك الباج ما بقاتش مشات البوليس كيجيو لدار والديا كيجيو لدار والديا قولي الا بغيتي بنتك تبقى بخير قول ليها تسكت الا بغيتي هذه ما تنوضش علينا نحل حنا هذه انا ما غاداش نسكت انا ما عمرني غادي نسكت حيت انا كنت خوافه وكون ما كنتش مشجعه وعارفه وقاده على هذا الشيء ما غنطلعش بوجهي مكشوف وما غاداش نقول سميتي وما غنقولش انا فين كاينه حاليا انا في العيون ما غاديش نقولها انا ما كنخاف من حتى شي حاجه انا كنخاف من الله اللي خالقني الا ما كانوش الرجال في كازا انا فيا 17000 مريار راجل وقاد داك قلت لك نبقى نهضر نطلع عند مولاي وغنطلع عند مولاي وغنبقى نهضر حيت انا هادشي ما راضياش بيه حيت انا ربي اللي عالم بيه حيت انا دريه عندي 26 عام باقا صغيره وليت كنفكر في النجاح انا ما راضياش بهادشي انا عايش من هادشي انا اللهم نمشي عند مولاي ملقاي واخا نمشي حال خايب وهادي وربي ما غاديش يشوف فيا ولكن اللهم ملقاي مع مولاي ولا ملقاي مع هاد المغاربه عند انا ما كيشرفنيش الله نقول بلي انا مغربيه انا ماشي مغربيه حيت كما كيقولوا المغرب الحبيب البلد الاسلامي كون كانوا مسلمين ديال الصح كون كانوا مغاربه احرار ديال الصح غيشوفوا من حال الوليه مازال الراجل يدي ميردي على راسو يشوفوا من حال الوليه حيت الوليه كلمه الوليه كيفاش دايره كتبقى نتوى ما عندهاش وبالخصوص بحالي انا عندها الصوابق ما عندهاش على من تحط الراس امي مجوجه وبو مجوج وما كاينش اللي مسوق صافي دوزتي الحبس درت شي ما كتجاوبنيش حتى في التليفون حيت البوليس دايرين لها حاله الا بغيتي شي بخير بنتي تسكت وانا ما غاداش نسكت انا فيديوهات في الخاص انا نسالت الفيديوهات في الخاص فيديوهات اللي انا في حاله يرشى لها ياك كنت حيت انا دوزت البلياد دابا الحمد لله ربي عفا عليا ياك الفيديوهات اللي انا اللي هما غيجبدوا منهم الفلوس اللي انا بليا وكندير بليا وهادي خلاهم واما الفيديو اللي كناشد به في الاغاثه بالاغاثه وكنطلب منهم ما طلبش منهم والو انا نصيفط لك اخويا الفيديو في الخاص نقول ما انا مطالبه والو طالبه غير خدي مسكينه بحالي بحال الناس انا نسمى باللي انا مواطنه عاديه ماشي الباب اللي دقيت فيه يطلبوا لي في شي امبروميتيك وانا مين غنجيب لهم الدائره والسلوك وانا ما انا بسببهم انا وليت بحال ما هكا حيت انا النهار الاول ما كنتش كنعرف هاد الطريق انا كنت دريه كنخاف نخرج
بالزنقه بالليل، انا كنت كنقرات، انا كنلحمي لقيت، انا كان بزاف ديال الحوايج، انا كنت كنخاف من ميت، انا كنت بسببهم باش وليت بحال ما هكا. الفيديو اللي انا هضرت فيه على حقي ما تلاحش، ما تلاحش اخويا. الاخت نسرين دابا انتينا من كازا ياك، كنسمعوا بزاف كاين الاجرام والاخور والبنات كيخرجوا للفساد، واش اش السبب ديال هذا الشيء كلشي؟ ما عرفتيش اخويا، السبب هي البلاد واللي مسيرين، حتى شي واحد ما لقاها كيف ما بغا. انا ضد هذيك الفكره ديال الدريه تخرج تبيع الحما. شي انا كنقولها بوجهي مكشوف، انا عندي الدريه بزنس تشفر وما تبيعش الحما. شي لما قدراش تخدم، ما عندهاش الجهد باش تخدم، مش دير حاجه اخرى. اما باش فيش بيع شرافه، تبيعش الحما. هادو اللي مسيرين هاد البلاد ياك، راه هما اللي دايرين هادشي. حيت انا لا غيري، ملي كنمشيو لشي اداره، انا ندوي لك بعدا على راسي، انا ملي كنمشي لشي اداره اقل كنبغي ناخذ غير الخلوق، حتى كيطابيو ليا، حتى كيطابيو معايا، واش عندي شي حاجه عاده باش نقدر ناخذ ورقه. وهذيك الورقه انسان عادي كيدخل كياخذها في قسمين، كيخلص دراهم ديال التامبر باش كياخذ الخلوق ديالو. انا لا، انا الا مشيت للمقاطعه مع التسعود ما نخرجش للسبعه العشيه، علاش؟ غادي يعيطوا على البوليس وغادي يطابيوني وغادي نبقى نتسنى يشوفوا لابيجي شنو غتقول، وهادي عادي باش ناخذ ورقه شي ونخرج. التسيير ديال هاد البلاد راه هو اللي ما كاينش. راه كون كانت عندنا حتى حنا السلطه راه ما غاديش نكونوا بحال ما هكا. انا كل القايت اللي غيوقف معايا ما غنوصلش لهنايا نهضر. وانا ديك الهضره ديال بنادم اللي ديري سكتي، راه ما غاداش نسكت، انا راه ما غاداش نسكت، انا راه كيبقى فيا عرق. حيت انا تعذبت في حياتي كامله، انا راه من 2006 وانا كنعاني في 2021. انا راجل ما غاديش يقدر على هذا الشيء، راجل ما غاديش يقدر على هذا الشيء. انا من 2006 ل 2021 وانا صابر على سيره مقوده، واخا انا ما دايرهش بحال هكا، وانا صابر على الحبس، وانا صابر على القمع، وانا صابر على ما كاينش الطبيب، وانا صابر على ما كاينش التعليم. السبيطار الحومه اش مشي ليه، خاصك تدور باش تاخذ الدواء اللي هو مكتوبه في انتري الابون ممنوع يتبان، خاصك تخلص عليه باش تاخذ. تبغي اضعف الحاجه، خاصك تعطي. وانا راه ما عنديش منين نعطي عبد الله، انا راه ما لقيتش منين نعطيش الكرشي. انا دابا حاليا البركه عيده غير عند بنت، وراجلها غادي يجي خاصني نحيد انا من هنا، حيت راجلها ما غيقبلنيش انا نبرك عنده. انا راه درت 3 ايام ديال الطريق اللي ضربت باش نجي هنايا، علاش؟ ما باغاش نمشي للحبس، ما باغاش نمشي للحبس وانا ما ليا والو، ما دايره والو. دابا